اكو مكاني يصير بانج. عندي ماسك في قلبه البانج بس يعني سوي ماسك من جهتين من هاي الجهه ومن هاي الجهه صار فلا اخسر بانج من هاي الطريقه. الخليه 50-50 دكتور.
تذكرون دي انه هذا يصير لعدوش عن طريق شنو ترانسبورت بروتين. فوجود هاي المجموعة بهذا المكان بهذا البوزيشن ضروري حتى يتعرف الترانسبورت بروتين على البروتين. لذلك سويت شنو السيرفيكيشن يا مجموعة؟ للمجموعة الثانية وليس هذه المجموعة. حتى احافظ على شنو؟ حتى يبقى عنده بايندينج ويا ترانسبورت بروتين. اوكي. اذا هاي الطريقه قللت البولاريتي حتى شنو؟ حتى صار عندي موضوع بين الاثنين من بولاريتي بين بولاريتي وبالتالي شنو؟ جود ابسوربشن. جود ابسوربشن. يعني اطلع احسب الابسوربشن طريقتين، باسل ديفيوجن والطريقه الثانيه شنو هي؟ ترانسبورت. وراها من خلال البيت وصلنا للدراج وحصلنا على الهايبوليسيس
جي بالدوار طلبوني هيك جماعتي وقلت لهم هاي في نوع هي لو كومبيتيشن اند جاي شلون بده يكون عندها مشكله بس حسيت انك تسوي ايش تسوي او اذا دراج بدكم في بيترنس دراج عنده بيترنس ودراج هو الكحول يعني هذا الجان ال طبعا في كحول او هو الكحول كحول هذه سويت كفر للبيترنس وبالتالي دخلت على المشكلة ان شاء الله وين؟ بالرقبة بس وراها صار وصل الانتستين اكو استريس راح يكسر الاستر لينكج ورجع الى شنو؟ برايمري الى اكتف دراج اللي هو كان برايمري الكحول والبومتيت وين راح؟ شنو دكتور؟ البومتيت وين راح؟ وين وين راح؟ بومتيك اسيد هو فاتي اسيد لم يبقى طريقة ثانية حسيت السليبورت بالعكس زين الووتر سليبورت يعني لكن التقارير راح أزيد شلون حال الراجل إلى فوسفيت إستر حال الراجل إلى شنو إلى فوسفيت إستر برو دراج شلون راح فاعل تو بارت دراج بي أو إتش اللي هو كلينتامايسين أوكي هنا كانت أو إتش هاي المجموعة قبل ستة فاعل كانت أو إتش يعني شاف الكحولي فورج انت في احنا اي كحول ويا اسيد يبقيني استر بس هنا الاسم اللي استخدمته هو فوسفوريك اسيد يكون فوسفيت يعني هو الحام من الفوسفيت أسيد بوجود بيز صوديوم بايكارب بنتين شنو بنتين صوت صوت شوي هاي طريقة سويتها حتى أقلل من بينفول ماي دراج دامتو بشكل إنجكشن قلنا بينفول ماي دراج دامتو بشكل شنو بشكل إنجكشن لازم يكون واتر لازم يكون واتر HCl salt شان يسوي rotation division هاي مطيبة بالوان من شان HCl salt شان يسوي rotation division فحال بشي نوان إلا بقود راج بشكل فوسفيت استر حتى أقل من rotation division وصلة؟ وصلت النقطة أو وصلت؟ كلينتامايسين بمجموعة أمين مجموعة الأمين كلش ممكن تكون salt يعني أمين ويا اسيد تصير صوت بس من شان HCl صوت كان تسوي روتيشن ديبريشن فحولوها بغير طريقه خلوا مجموعه الامين ما عفوها كمان هي راحوا على الـ OH
شنو حنقول هون؟ for state is up حتى يكون mark on rotation and state patient. إذا كنا عشان عندي less than four on changes. لا 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 it's from the IV. يعني بالمرابط. إيه. أنا لو أدرك من كل الأحوال. ليش لو برادراك واحد حد عليه؟ هو طلع هو اللي عمل برادراك في مسيرة البرد. إيه برادراك زي السيربو. يعني كان راك مش كده السيربو. من برادراك. من حالتي لو برادراك حتى زي السيربو. نحاولها بدون برادراك زي السيربو. المستقبل أخذنا قبل شوي. إذا أكو مجموعة هنا عادي يعني فرضنا. طب كلندا مايسين هي مجموعة كاربوكسيل. طب هيك كلندا مايسين طب هي مجموعة كاربوكسيل. يصير صلب بدون أي شيء بس خلينا صليهم بايكا. حاولي الأصل. بدون كوادرايك أبروتش. ما يحتاج كوادرايك أبروتش. نفس الكلندا مايسين شاطني مجموعة أمي هم يصير صلب. يصير ووتر سيليبو. بس هنا أنا ضفت له أسيد. معناتها اكو روتيشن ميمبرشيب يعني هذا شنو مجموعة بايكا؟ اسيدك يكون هو نضيفه هو احنا نضيفه هي ما بتنعرف احنا نضيفه هي احنا نضيفه هي تحت حوالي الى الصوت ايش سويت؟ لقيت اكو فانكشن او اتش ما تطلعش حوالي الى فوسفيت استر برودراي الصوت ما راح يسوي روتيشن البي كي مالته شوية عالية باتجاه النيوترال بي كي فما راح يسوي شنو ما يسوي لي روتيشن للبيشن البايو ايزيستر موضوع البايو ايزيستر تذكرون هذا الجنون اللي بعدين نجي عليه لان موضوع شنو تداخل بين الفارماكوكاينيك والفارماكوكاينيك في تداخلات البايو ايزيستر باختصار انا سويت كومباوند سميته ليد كومباوند ايش سميته ليد كومباوند؟ يعني هذا كومباوند يعني خلينا نقول ممكن يكون دراج يعني مؤهل يكون دراج بعد ناتج خلينا نقول خام هذا الناتج في مشكله فانكشنال جروب معين فانكشنال جروب معين فيها مشكله ممكن هاي الفانكشنال جروب تسوي توكسيسيتي اوكي أو هاي فانكشن الروب عندها ويك بايندينج ودرست فحتى أغيرها تكون عن استراتيجية وقتها مثلا حاول أبني إلى أمايد أحاول أمايد إلى كاربوكسيل إلى أمايد هاي فانكشن عن استراتيجية مال أوبتمايزيشن مرات هاي كلها ما تنجح وياي يعني أسوي شنو هاي؟ واي ريزيستر أبدل هاي المجموعة أنذر فانكشن الروب هاي فانكشن الروب حقق لي المطلوب اللي هو راح يصير good affinity good binding ممكن شو يصير عندي side effect راح يقل selective يصير عندي selective تبدي شنو ما المجموعة بأنظر مجموعة المجموعة ثم راح اسميها bio-isostat يعني تبدي مجموعة المجموعة ثم زيد الactivity أو يقلل لي شنو ما التوكسيسيتي مثل ما قلنا ممكن هاي المجموعة بيها undesirable effect أو بيها undesirable property مثل عندها high polarity أو عندها low polarity وهاي كلها شنو بسوي مشاكل بالدراج فحتى غير من كل هاي المشاكل أبدلها بأنذر الجروب أسميها isostat الغرض الرئيسي أبدلها بأنذر الجروب بدون ما أخسر الاكتيفيتي بدون ما اخسر الاكتيفيتي انتبهوا يعني ابدل مجموعه غير مجموعه اخسر الاكتيفيتي ما حققت المطلوب ابدلها بأنذر فانكشن جروب بدون ما اخسر شنو الاكتيفيتي ممكن احسن الاكتيفيتي او تبقى كما هي على الاقل بس شنو لازم يصير عندي اذا كان سايد افكت المفروض يكون او يقل لاتر ايزيستر بيت من العالم فانكون العالم لانجون سنة 1919 تقريبا اكتشف اكو كومباوند
HBI combine عندها نفس ال physical property نفس ال physical property بس هاي compound مو isolated يعني هاي compound هي مو isolated حتى عندها نفس ال physical property not isolated not isolated فمش هاي الملاحظة مالتا إن شاء الله هاي compound عندها نفس ال atomic number عندها نفس ال charge لو تشوفون NR2 إيش قد 14 N14 7 14 atomic number راح نسميه atomic atomic number يعني خاصة الجزء مالك الCOM سيشي الكربون 6 والأكسجين 8 إيش قد يطلع 14 N2 14 الCO 14 الثاني ونفس الشارج ما عليهم شحنة نيوترال لأن ديفهم تفهم نفس التشارج تفهم نفس الأتوميك نمبر زين نقارن بيناتهم بقاعدهم نفس الخاصة في سياري فهو شكرا الطاهرة هي مو أيزومرات فراح أسمين غير تسمية راح أسمين أيزوستر أسمين أيزوستر يعني نفس الموليكيو عندها نفس السايز أوكي عندها نفس الديسكال بروبرتي طبعاً الايزوستر يعني شطرين الايزوستر يعني ايزو يعني نفسه والستر يعني نفس الحجم تقول عليها ايزوستر يعني مقاربات بالحجم وعندها نفس السايز فتشوفون الـ N2 والـ CO اثنينهم 14 قاعدهم نفس شنو؟ نفس السايز فأروح حقا عليهم شنو؟ ايزوستر نفس الشيء لو تشوفون من هنا الـ CO2 والـ N2O CO2 وال N2O الC ناش قد وال O ما ال N2 وال O قد واحد يطلع 22 من جيتين 22 من نور 22 نفس الاتوميك نمبر نفس التشارج احسن من شنو ايزوستر يعني عندهم ايضا نفس الفيزيكال بروبرتي هاي الملاحظه مالت من ولاند مور سنه 1919 زين تجي على هون ان 3 نيجاتيف و ان سي 4 ان 3 ايش قد يعني؟ وال ان سي 7 6 13 وثمانية نيجاتيف تشارج يعني صار تحصل 22 اكو الكترون سايد بس 22 يعني نفس السايز 22 نفس التشارج معناته على نفس الديسكال بروبرتي هاي راح اسميها ايزوستر هذا الملاحظه مالت من فالاند فالاند شوفوا هذا التيبل نقارن الـ N2O والCO2 نقارن الـ N2O والCO2 بالنايزوستر فيسكوسيتي للكربون أو نفسه density of liquid أوكي بعد ايش عندي refractive index الدايلكتيف كونستانت وأخيرا الشمس اللي هو تنكر بين المركبات مو ايزومرات بني ايزوسترات بني ايزومر السؤال هذا الايزومر السؤال هذا الايزومر السؤال بني متفقين عليها هذا نفس السؤال بروبرت بس بني مو ايزومرات بني نسميها ايزوسترات العالم الثاني وراجع عالم ثاني اللي هو الدرن هذا العالم خلى قانون والايزوستر خلى قانون والايزوستر سموه هايدرايد ديسبيسمنت لو هايدرايد ديسبيسمنت لو اعتماد على شنو على البالانس الكترون اعتمادا على البالانس الكترون البالانس الكترون يعني شنو الكترونات اللي بين اخر غلاف الغلاف الخارجي
كاربون. كاربون بس الإلكترون ما تشغل أربعة نيتروجين أكسجين. يعني شنو الأرقام؟ بقى كاربون فالنس إلكترون. يعني الإلكترونات وين موجودة؟ في الأوتر شيل مثل كومباوند أو مثل إذا نسوي ريزيستر إلها للنيتروجين أحتاج كربون ويا هيدروجين. ليش كربون أربعة هيدروجين؟ إيش قصة؟ أوكي. إذا أروح على الأكسجين، الأكسجين إيش قصة هو؟ 6 للأوتر شيل مالته. أحتاج نيتروجين. لا شنو هون؟ هيدروجين. ست. أربعة أبعد أجيب الكربون، أخلي كربون اللي هي أربعة ويا اثنين شنو هون؟ هيدروجين. قد صار؟ ست. إذا باعتماد الفالنس الإلكترون، جرين خلى قانون خاص به سماه هايدروجين ديسبيسمنت لو. يعني هذا يعتمد على وجود الهايدروجين. راح أرجع أروح على الفلو. الفلور سبعة اخذ قلب الاكسجين ويا شنو هايدروجين. اخذ بعد واحد قلب اللي هو النيتروجين ويا اثنين هايدروجين. اروح بعد الكربون واضيف الكربون هايدروجين. ثاني ايزوستارات الثلاث ثانيه وهذين ايزوستارات الثلاث ثانيه وهذين ايزوستارات السلفر. يعني ينطبق على الأكسجين ينطبق على السلفر. يعني السلفر شبي أرون بي 6 إلكترون وين وتن أو تفشل. أوكي فينطبق على الأكسجين أرون ينطبق وين السلفر. يعني إذا أقول السلفر النانا NH إيزوستر كده أرون CH2 شنو إيزوستر يعني نفس الأوتر شيل بالنسبة للأكسجين بالنسبة للسلفر. هذا من هو؟ هذا جرام. إذا تلاحظون أكو مشكلة بهذا القانون. أكو مشكلة بهذا القانون. صح SCH2 أيزستر للNH أو الNH2 أيزستر للOH. بس أكو اختلاف بالبروبرتي. أكو اختلاف وين؟ بالبروبرتي. الOH والNH2 سواء هيدروجين مو هاي متفقين عليهم. بس الNH2 ترى بيزك. زين NH2 بيزك جروب. والبو